في بث مباشر من البرازيل يشارك هذا الطبيب واحدة من أحدث أساليب تكميم المعدة باستخدام المناظير التداخلية، وذلك ضمن نحو 70 خبيراً عالمياً شاركوا خبراتهم في المؤتمر الدولي الرابع الموحد لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية بالقاهرة. معنا 25 جامعة على مستوى مصر وخمس هيئات عربية وخمس هيئات عالمية، فالمؤتمر أصبح ثري جدا، وده ينعكس على نسبة الحضور الحقيقة بتاعت المؤتمر. احنا وصلنا لأكثر من 3500 متابع ما بين حضور وما بين متابع أونلاين. شفنا عمليات وبروسيجرز، يعني حاجات زي مناظير وتقنيات جديدة مثلا من أنواع المناظير أو أنواع مثلا من الشبكات بتتحط أو زي دعامة للمريء وحاجات زي كده بتتعمل، حاجات تكنيكال من ناحية إمرجنسي مثلا أو حالات طارئة. بالإضافة إلى مناقشة المستجدات في مجالات أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية وعدد من الأبحاث العلمية، قدم المؤتمر توصيات متعددة من بينها ما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا. تناولت الكورونا من الألف إلى الياء بما فيها التطعيمات الحديثة الحالية، ويعني أهمية التطعيم. المؤتمر بيؤكد على أهمية التطعيم ضد فيروس كورونا طبعا لكل فئات الشعب، والناس ما تترددش لأنه يعني في فايدة كبيرة من التطعيم. عقد المؤتمر بمشاركة المنظمة الأمريكية للجهاز الهضمي والجمعية الأوروبية لدراسة أمراض الكبد، كما شارك في المؤتمر نحو 4000 من الأطباء المتخصصين في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية، بالإضافة إلى 350 محاضرا من مختلف الجامعات والهيئات المصرية. مئات الخبراء من مصر ودول مختلفة اجتمعوا هنا لمناقشة أحدث العلاجات في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية في مؤتمر تتزايد أهميته في ظل انتشار جائحة كورونا والبحث عن سبل مواجهتها. مينا حبيب، قناة الغد، القاهرة.